قطاع السلع طويلة الأجل. عندنا أول سهم العبد اللطيف، العبد اللطيف طبعا كسر معانا ال 1956 منطقة الطلب اللي كانت منطقة عرض سابقا وتحولت لمنطقة طلب. السهم للأسف كسر المنطقة دي وبدأ يهبط، والإغلاق الأسبوعي بتاعنا إغلاق سلبي جدا، إغلاق ابتلاعي. فأنا شايف إن سهم العبد اللطيف ممكن يكون عندنا هبوط لل 18 48 مرة تانية، لل 18 20 لمنطقة الطلب دي، ومن منطقة الطلب دي نرجع نشتري تاني بإذن الله في حالة الوصول ليها. لكن لو ما وصلش ليها وطلع تاني أعلى 19 92 فممكن نرجع تاني لل 20 82. ده بالنسبة للعبد اللطيف. ننتقل لسهم الأصيل. ادي سهم الاصيل، سهم الاصيل مازال داخل المنطقة الشرائية ما بين ال 73 90 لل 77 80. المنطقة دي منطقة كويسة، ولكن السهم متذبذب فيها بقاله فترة من بداية شهر ابريل تقريبا او من نهاية شهر مارس، حتى الان متذبذب داخل المنطقة دي. ان شاء الله اي اغلاق فوق ال 77 80 يدفعوا للصعود للمقاومة اللي عند ال 81، وبعد ال 81 ممكن نوصل لل 83 60، واي اغلاق فوق ال 83 60 ان شاء الله نوصل لل 91 47 ثم ال 96 بامر الله. ده بالنسبه للاصيل. ننتقل لسهم فتيحي. سهم فتيحي عندنا انا شايف ان السهم لسه يعني عندنا هنا نقطه دعم، شوف السهم كسرها ولا لا. نقطه الدعم دي عند ال 31 20 او اللو بتاعت الشمعة دي عند ال 31 20. لو كسر ال 31 20 هننزل لل 30 20 لل 29 11، لكن لو ما كسرهاش وبدأ يدينا اشارة كويسة من هنا هتكون فرصة كويسة ان احنا نشتري. هنشتري هنستهدف ايه؟ هنستهدف المقاومة اللي عند ال 32 80، وباختراق ال 32 32 80 والاغلاق عليها ممكن نوصل لل 35 49 بإذن الله. ده بالنسبة لسهم فتيحي. ننتقل للخدمات الاستهلاكية، قطاع الخدمات الاستهلاكية، وعندنا سهم شمس. ادي سهم شمس معانا، سهم شمس بدأ ينزل تاني ويرتكز على الترند الهابط اللي تم اختراقه، بيعمل له إعادة اختبار مرة تانية. وما دام السهم أعلى الترند الصاعد ده وكمان أعلى منطقة الطلب اللي ما بين ال 55 40 لل 53 80، اتوقع ان شاء الله ان احنا نرجع تاني للارتفاع. ممكن نستهدف منطقة المقاومة اللي عند ال 57 46، وباختراق ال 57 46 عندنا نقطة المقاومة التانية اللي عند مستوى ال 59 60، وبعد ال 59 60 عندنا منطقة العرض اللي ما بين ال 61 50 لل 63 80، وباختراقها نوصل لل 68 ثم ال 73 90 باذن الله. ده بالنسبه لسهم شمس. ننتقل للخليج للتدريب. الخليج للتدريب ارتفع معانا من نقطه الدعم اللي عند ال 24 31، والاغلاق الاسبوعي الى حد ما اغلاق ممتاز جدا. اتوقع استمرار الصعود باذن الله لل 26، وباختراق ال 26 نوصل لل 27 70 ان شاء الله. ده بالنسبه لسهم الخليج للتدريب. ننتقل لسهم هيرفي للأغذية. سهم هيرفي للأغذية مازال أعلى الترند الصاعد أهو، منطقة الترند زون، ممكن ينزل للترند ده يعمل ارتكاز على الترند اللي تحت ده، وده الترند اللي حصل منه الأكشن القوي أهو. الترند ده نزل ارتكز عليه وبدأ يوصل بقوة لمستويات ال 71. يعني احنا لو شفنا الترند ده طلع منه قد إيه هنلاقي ان هو طلع منه تقريبا بمقدار 31%. فانا شايف ان ان شاء الله لو السهم نزل ارتكز على الترند ده وبدا يدينا اشارة كويسة هتكون فرصة ممتازة جدا جدا ان احنا نشتري هيرفي للأغذية، نستهدف فيه هدف اول 63 وبعدين ال 66 70، وباختراق ال 66 70 نوصل لل 71 70 باذن الله. ده بالنسبة لسهم هيرفي للأغذية. ننتقل لسهم لقطاع السلع، التجارة تجزئة السلع الكمالية، وعندنا فيها سهم خدمات السيارات. سهم خدمات السيارات عندنا السهم للأسف نزل تحت المقاومة
اللي عند ال 36 50 اللي كانت دعم بعد ما تم اختراقها، ولكن احنا عندنا لسه منطقة دعم تانية عند ال 35 63. السهم متذبذب ما بين ال 35 63 لل 36 50، متذبذب في المنطقة دي بقاله فترة. فأتوقع إن أي اختراق لل 36 50 نرجع تاني للارتفاع بإذن الله لحد ال 38، لكن لو تم كسر ال 35 63 أتوقع إن احنا نرجع تاني للهبوط لحد ال 34 30 لل 33 20. ده بالنسبة لسهم خدمات السيارات.